لمشروع قانون المالية رقم 4306 للسنة المالية 2007، وذلك للبث في التعديلات التي أدخلت من طرف مجلس المستشارين على المواد 3، 5، 10 و 21. والكلمة للسيد مقرر لجنة المالية والتنمية الاقتصادية. وزع التقرير. إذن لا يوجد بقائمة المتدخلين أي مسجل، نمر حضرة السيدة والسادة للتصويت. المادة 3، الموافقون؟ المعارضون؟ الممتنعون؟ إذن وافق المجلس على المادة 3. المادة 5، الموافقون؟ 30. نفس العدد 30. المعارضون؟ 4. الممتنعون؟ لا أحد. صدق المجلس على المادة 5. المادة 10، الموافقون؟ 31. المعارضون؟ 4. الممتنعون؟ لا أحد. شكرا. صدق المجلس على المادة 10. المادة 21، الموافقون؟ نفس العدد. إذن المعارضون؟ 4. الممتنعون؟ لا أحد. شكرا. صدق المجلس على المادة 21. بعد مصادقة مجلسنا على هذه المواد، نذكر أن مجلس النواب سبق له أن صادق في القراءة الأولى بصفة إجمالية على مشروع قانون المالية رقم 4306 للسنة المالية 2007.